وايد آسفة دشيت عليكم عرض اليوم على أمواج على طول من الحماس اللي فيني لأن هالماركة الوحيدة الحائزة على جائزة الإبداع في صناعة العطور لما يكون العطر مو مصنوع لا في أوروبا ولا أمريكا ولا اليابان. فتخيلوا حجم عشقي لهذه الماركة ما تتصورون. والأهم من هذا كله بداية البراند كانت في السنة اللي أنا انولدت فيها 1983 وأمواج مكتسحة أم كسر الدنيا. فأحس ارتباطي بهذا البراند وايد عميق علشان كذي أي شيء ينزل جديد من أمواج أكيد بتلاقونه موجود عندي. والخبر الناري والشراري أن من سنة بوتيكات قاعدين يخلصون الديل مع أمواج وتم بحمد الله صار أمواج عندنا بوتيكات. ما صدقونش كثر أنا فرحانة فل فرحة. أنا أعترف وبقوة أني من الكوليكترز مال أمواج, يعني بيج كوليكتر, يعني بيج فان وبيج كوليكتر. فأنا يمكن أسعد وحدة أن أمواج صار موجود ببوتيكات. أكيد ما راح أسولف لكم عن كل هالكوليكشن, راح أختار لكم التوب تو. راح أختار التوب تو اللي أنا مستحيل أستغنى عنهم, وإذا صار باقي شوية من العطر أكيد عندي احتياط وباك أب. الحين بقول لكم شنو هم العطرين اللي أنا ما أستغنى عنهم من أمواج. اليوم اختياري هالوحشين من أمواج. جد تبون وحوش من أمواج؟ أنا رح أعطيكم الوحوش لأني حافظة البراند حفظ وعاشق البراند عشق, وأم أبيج كوليكتر من أمواج من أول ما طلع أو من أول ما أنا كبرت وأفهم, لأن أمواج من قبلي موجود في العالم. المهم أنا وايد سعيدة أنهم تواجدوا وصاروا موجودين ببوتيكات.